السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سود ودولا ليال واحد الله دي وعفنات قب إنا نضاوان إسان سارجين أيو إيه وحا إن دوالة بسو سعودي كيسكي الله ونحريستي مرحومت دي لولا عبد عسيس ولي وميل حساسي أهمان تلجوغ مرايو ولي بكيس كاسي أو لقا عم بذيحي أو لحقر دامي ولي بحيطة هدين وقتقارين كي قادقي ماشي حكومة دي محكمة دي لو تلقلي إن حق إيك لصورتو إن حتى يذيبو أن إلا حدا واحد جواب سهل أنا جهينين بلسي ما أنت اللي جوجو وحالة جوجا مركي لو دواقي لها يعني وقتي لو دواقي لها حقا إنو صو إفتيمو وليو صو إفبحو وليو سيد الشعب كا وقال هذا مقدشة ما أنت وليو بنام بحقات بلاران اللي قسم يهدك مدى كحدا وليو سيب حتى قراحن وليو إيضو حتى للشيقة يو إن حتى أيسان شعب كا وليكو قنع المحكمة دوحي صوتو وايو يدو حد اللي اوجي هاي ايضا المحكمة دولي انا نصو افتي منين وح يعني حكم ما يعني عدالة في عن ايضا ولي اي صو افتي منين اي حد وحال شيء جايا ان وح صو صعدو اي شعب قلت جايان ان اد اغر جديين وايو كيس كان اي سيدو اوجي هاي وكيس سيد ضعيف ايو رجدي سنة اي ديبو سيد عيسو محكمة دا وضع فريق كوات ساكا عرقتينبو وحوها فريطانك كوات محكمة دا لقينا ديلاقي دعانتي سكوكو بحاس كيسا سيد علي مركي لقيني وحاد عضي إن إساقا وراسي كوات لقاقا عضي وشيغي إن إساقا حاس كيسا وضع فرعيارين فرق عياركينا يكوكو بتحاس كيسا وليو إساقونا مركاس أيضا مركي ودمعي إنو بدادينا وحتى ودرى ماي إن مركز أيد وسم بدادين كريم يعني سو أصيغ شيء حتى أنا وضع فدي جلابات استجع حتى أنا أفكي سك قرتي وشيء إن جاس كاستجع وصوغ تي مصير إما درت وأصيغ جاس كصوغ تي كان صدي لا يترك كوك معناها ونبقى كده عي كان صدي وحتى يعني أصيغ حق دي أي كده إنه أرنتاس أيد وكده قاكو يعني صوابت أسباب تاسو إن كده بيصير مكي لو يجينا وشيء إن حاس كيسة إيش كده يدي إن ناكل جوسي يعني وحي على صورة أول سعتين محكمة ده يوحي اللي يري يوحي وربحين تاسو إن مهرة ويسين بس مهمة ده وحي تهاي نين كان يسوي أف كيسة كقرطي إن حاس كيسة يسوي أو جوي أو ولي أو كو جوي سيد معناها تنشون يعني مسكح دي سنة أي جوب تو مسكح دي سنة أي معناها الذي كرين نين كان هو مسير سنة مسكح دي سوي تكسنت يدون الذي كرين حدنا إن أي دعدي إن كيسكي يدو وحول بعدين والله هيو دم والبوح لقى هيو وحتى مرقاتيال أي جوين لو مرقاتي فري إن أي دعدي ما أنت إن محكمة دي أي عدالة اللي جسوا إن ر يعني رجدي الشعب كقبل إني أدو ضعيف صدق بالواقع كان واحد إلى دعوتان كعذان كمان تكد عي دقمة كحلة جارهان وليه سيد الشيعي شعب ك بيش إيك سوجودو قبل الله ونحريسه مرحوم مدة ووليو حتى مانت اي شيئين ان فاميل كان لبك جاري حتى اسكوا داف دولد اللفتر كيدا ان ايسان وح اينا اصو درين يعني عد اي كوحد ليس دولد اي شيئيسو ان اي كحون يهين ارنت دعدي وليو مرو اي جرتي مدحوينا او شيئين ان كان جيس كيس ان سوق بقبيو بلس وحا دعدي ان حدنا يعني ايضو اي سعوتي ارمهان دل ان يعني باشا ويل كان حتى ما أنت لبك جيستي كسو جيدو يلو حتى مرك قرر أي والفقية بدن أي شنو كوشي جايين إن ويل كل عدالة أباهن يا ماهن عن كعرق نماهن ميسن جرين عط أي كوه اللاين أي لهاين وكحون هاي وحد عي يعني سومالي وحين قطي جوب جناسي أو قف وليبو يعني حلقة بتاع ما أسو يعني اللي سده وحوي ما أنت وباشن وي كحب بند بلاه كلو إن أي نقطه إن أي معناها iskugu faanan balse mid jirta waxay tahay in gabadhan marxuumada Allah u naxariistay hadda dhimatay horta shacabka Soomaaliyeed ayaa u istaagay waliba si yaani qireysan maanta uga hadlayn bal wax yar asla daawano wareysiye badan oo lala yeeshay maanta shacabki maanta ku sugnaa ninka laba shay uu ku dooday waa asaas ku marqaatay furay wuxuu dhahay shidaalkaana soo gaday ana guriga ku shubay ana dabka ku qabtay dhah معناه واحد كله معناه لا رجال إيك أنا صاد قدي أنا جورجي جوبناي أوداي
guriga waxa lagu gubi karay ilmo iskool aaday iyo isla to shaqo aad aa lagu gubi karay amba la rara karay qofkaas waa macnaa waa dhintay ilaahay u naxariisto hadda adu maalinka maanta la isgubay adu maalinka la maxay waade maanta la isgubay dabkan waa sii soconaa hadda ka bacdi waa la arki doona hadii sheekada la sahlo waxa la arki doona dad nin inta gubay ag fadhiya dhaha ayda isgubta anaana ka celi way waan ag fadhiya dad dhaha arkaysa waana la arki doona taas مبابا سومالي أنا قناة وحلو بالله قرائن وسو استاجي وأنه هالكل نين الله يا بناي وعواي هنا دمتي يا عدينا نكير لبركو من دخلت هذا كبر سوق إنت قرحة كدع وقعد عن إنت دعوة قفكو إنت حي جاي وأرد كرا لا مجو جوي كرا قف كانوا مركو ماشي لجوج جوي لجوي لأي أوقات ساعتين تكتي تكون بتداي ترى معنا وحنا نقول قرحة إنت تكون كنا وعماني أنا أقول حيّ جيّا، كنا لامي يقول لامي كان كفر الدوكل، هو اللي يراني كان غير حنا بدل. وحمان تدعيو، أرين تانا عن قنيسا أرين وكون سقاطو قف والبو ومان تا تبريري أي كوجو ومجال ده مقدشو، يعني تسألوين أي تهي، طبعا وأرين لو بهاي هاي إن شعب كدلمن عطكو ذكر وقالان وليبا أي شيئان إني وباهين عدالة إن كبضن إنت مانتا لدولمينايو إيه أرنتان دبعان شعبكا سيكال الدون أوكال هادانا دا وجيدين إيه وحاواي قف وليو فكرة ديسكو ديبانايا بلسي فكرة ده لديبانايو وفكرة ده آد مانتا لو باهايا إن لدوكتو وليو سيفي عن لو دقيستو حتى يعني لو باهايا وحيالاها عدالة دلو قرر دينا قبرداس إني كمين نقضان إيه دبعان حد أرنت العادي مقدسه كليه معن أرنت عن قبضة عن كده عادي كليه معن وعاجري كيسس بدن وكواوين سيدا محمد الله رح يذكرن تليل وحيال بدن عاجري وخري كسو افتي ماي بلسة لقى عم بذيحي ولا هجر دامي وري بعد أمرك الإسكود ده إن لا قرق يعني لصو افتي ميو ما ده حد يجوبتي يو ماركتي وحاوي أمانكي مقالة دي بوليس كيو يعني هذا يعني إن خاص ده هجلاش الإسلامرو waxaa waaye arintan si hadda ku socoto shacabkana ay kulli hadda ay ka dhidiyeen waxay noqon doontaa arin aanan sidii la rabaan u dhicin waxayna noqon doontaa sida hadda annagana aan rajaynayno shacabkana qulubtooda ku jirto in gabadhaas horta xaq Ilaahay uu siiyo arintan waxay u tahay dhiirigelin kuwa maanta raba inay dib geystaan oo weliba isleh waxaad ka soo joodaan beel la fuwin oo maanta yacni haddii wax aad samayso sidii ninkan oo kale ayaa berrina adigana lagu samayn doonaa misana isdhihi doontaa xitaa waxaa waaye waxaad rabtaad geysan kartaa waa arrinta sida dhabta hadda jirto waay bilxaqiiqa hadda arrinta ka hadalno yacni waxyaalaha la qarqarinayo daaha hoostiiso under the carpet ku jiro waxyaalahaasoo dhan markaas kala soo tagno muqdisho dhacdooyinkii maanta ka dhacayo waxay tusinaysaa in berrito wixii dhici doono ay tusaale weyn u tahay dabcan waxaan u maleeyaa oo qof waliba uu ka warqaba aabahaas maskiinka ah oo mar waliba isagana yacni asoo dulman haddana ay beeshadan ifka geysatay ee haddana mar walba yacni ugu yacni baaqayaan inuu qaato macnaha diyo iyo waxyaalo la mid ah inay mar walba ay u sheegaan horto isaga iska leh inuu diyo qaato qof baa maanta ka baxay gabar uu jeclaa oo waliba yacni isdhihi karo ubadkiisa وحاول أسكت لفهم قصة مرة الأوجي هاي ويعني إلها هو قدر يقول كاس إنه لبكاس جيستو يعني ما يعني دلاج لبك جيستي وحاس كيس جوبي إنه لبكاس جيست إلها هو قدر بس أنا كم أذان إنه سو أرنت أنا أوجيستي بس واحد جرت وعيت عدالة إن مر ولي بو أي نقط إن نوصل سنال محكمة ده وحاجري قرين كأدوة هذا ويل كان يعني إنه حتى أكوها لا رئة لول عبد العزيز أيضا إسقبتي وقعدت إسقبتي يعني ما ندمان كل مدة هاي نوجري وحيالها عن هرتو ضعيف نما الصومالي ده ما أنت كبيريس أو عيتاي إن أرنت محكمة ده كسر عتو وده فدي جلبات أي سن أهين وح يعني قف ولي أو كفرحه أو حتى لسدي كرو يعني محكمة ده نتيجة يجي كسر بحيان إن نقول دولا نكر إن دلوا حكمه هذا جل لفتر كه هذا نداوناي وصورة سن كرتا دبوا أطعون كرتا محكمة ده وده فدي كوه كيل لبات كسر ده هذا اللي سوى أربعة هذا طرف تاني تعرف ليه حد لاين جالسي waxaan naga xigtay kaliya istaxbiriya naga xigto haduu ilaahay intaas cimri nagu gaarsiiyo uu ilaahay caafimaad na siiyo waxaan rajaynayaa oo inay noqoto annagana aan rabnaa in cadaaladda ay soo iftiinto oo weliba aysan noqonin
magaalada muqdisho hadda shalay ugu dambeeyay oo arkayseen amaraya siinay oo digley waxa lagu dilay wiil maskiina yani kaliya sameeyay in kacdoon ka dhana yani cashuurta lagu soo rogay waa wiilkii heli dilay oo wali walaalmi u dhex jiiday yani isma dhaheenin waxyaalahaas yani way sii socon doonaan dilka maalo walba ka dhana magaalada muqdisho waxa noqotay yani haduu waabriyo oo la soo maanta bismillaah qof walba ku kaco yani inay noqoto hooyo oo inayso aabo oo inayo walaal macnaha yani asagibo marka horebo ilmo laga yaabo agoomi wax inuu korinay maanta yani meel cid lagu dhaxtay kaaga daran qofka markuu dhinto arxan darada ka jirta waxay tahay qofka markuu dhinto yani la dilo yani dawladda waxyaalaha soo kale waxa la rabay inay ballan qaadiyo iyo yani ilmahaas xitaa laftirkooda agoomo i rajoy maanta magaalada muqdisho waxaan ciyaar weerad la sheegayo dhibka ka jiro waxa keenay wax kale maaha waxa keenay waxa kowka ah ilmo waxaad arkaysa aabalacaan ah oo aabahood dhinteen qaar ee aabayaashood hooyo intay ku fureen beelahaas ku haystaan labo waxaa kaloo keenaya dhibkaasa waxaa ka mid ah in ilmo hooyo aan lahayn aabo aan lahayn ayayir ee haysato mis eedo la joog oo qof daneynaya aan jirin wax macnahay meeshan ka gudiyo dhibkan maanta waxaad mustaqbalkiisa kala fikiraya uusan jirin horta cunugaan wax baranin yacni tarbiya aan la barin meel maanta anshaxa bini-aadamka uu kula dhaqmo haduu isku dhex galo xitaa aanan lahayn yacni berito mustaqbalkiisa siduu rabaa qofkaas inuu yacni bulshadii uu macnaha connection ula yeesho ma dhaceyso waayo yacni ilmaha kow horta tarbiyada koowaad sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam noo sheegay yacni tarbiyada abaabiska koowaad haddii ilmaha gacanta lagu dhigo yacni diinta la baro yacni akhlaaqiyaadka la baro yacni waxyaalaha jannada lagu galana waxaa ka mid ah xusnulkhuluqa ka mid ah yacni ilmaha xusnulkhuluqa haddii la barin oo waxba aan la barin dhibkan hadda dhacaayo mid ka weyn ay maanta geysan karaan magaalada muqdisho kulley waxay la kaxayso ay maantana nabad la noqona leh waxaa ka mid ah arrimo badan oo jiro oo hadda aan inta kusoo koobi karin maadaama aan hadalkeeda ku dheereeyey waxaa idin leeyahay kulley dabcan sida hadda inagiina idinka rajaynayno inaad muuqaalkan meel dheerna a gaarsiisaan codkaygana yacni uu gaaro yacni qof weliba cadaalad raadinaya inuu muuqaalkan sheergareeyo waxaa idin leenahay dabcan saa noo soo dhaweyseen ilaah idiin soo dhaweeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.